سيري جيبي داك شادك. شنو سميت؟ اهلا زوينه، صافا لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مبروك عواشركم، رمضان ان شاء الله هذا العام يدخلوا عليكم الصحه والعافيه. الطوموبيله حالتها، شنو نخلي باش تعرفونا حمقه؟ نخلي السوارت في الباب. نو خليتوش في الباب، ما حمقاش انا دخلت الصوان. خلي السوارت تاع الطوموبيل ديما كنخليهم هما ما كنضمنش ضروري يكون ماما. المهم قبل ما نحطها انا غادا نمشي ان شاء الله نتقدى، غادي نمشي نجيب الوالده كيف ما قلت لكم. غادي هي دابا غادي تبغي تجي تبات القدام، ولكن شوفوا شنو غادي ندير لها هنايا. فهمت راسي طلعت الله. اش دايره وجهك؟ دايره وجهك علاش؟ شنو ندير وجهك؟ شنو هذاك؟ شنو؟ شنو درتي في وجهك؟ هذه؟ شنو هي؟ ما دايره فرماسيان هذه. شنو تعمل في الماسيان؟ ايه مشيت عند نادي وحطيت لي ملكي قالت لي قدي مش بحال شحال شريتي؟ هانتي باش يداش عطيتي هذوما الماسك هذوما الماسك اللي ولاو دابا يا ودابا هذا الا درتيها شو هكا عيط. ايه كديري هاك دوك لي يقول لك لي كيقول لك الوالدين راه ما تيفي كيكبروا كيشرفوا ما كيبقاو دايرين والو. والله يا ودي شوفوا ماما انا راه مشات تبقاتني انا باقا في الطوموبيل. الله غادي نخرج ندوي معاها لقيتها هو فين وصلات. شوف شوف فين وصلات، ما عرفتش فين غاد. سيري جيبي داك شادك. شنو سميت؟ داك كراسه. كراسه تدم كاملين قلت كنت e prendere no per quello che sta accadendo perché solo in quel modo lì si evidente. Ok, abbiamo usato una حلوة 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 عادية بسيطة. مفاجأة كوبي عادي و شنو آخر غادي نوجدها ونوريكم كرهتها شوية. هذا واحد المساج للناس اللي دابا باركين في الدار وكيتعنفوا عنف، يعني عنف مع رجالاتهم ولا العيالات كيضربوا ولادهم. لا للعنف الناس، تكالموا وهدئوا وكونوا مكالمين. هاد الشهر ولا شهرين راه غادي نمشيو، كورونا غتمشي ما غتبقاش، كيف اي حاجه كتمشي كتجي وكتمشي. فلهذا الله يرحم لكم الوالدين، تحكموا في الاعصاب ديالكم، ما تضربوش ولادكم. رجالات ما تضربوش عيالاتكم، العيالات اللي كيضربوا الرجال ما تضربوش رجالاتكم. ما كاينلاش غير صبروا، وواحد واحد الى دواء ولا تكلم راه احسن من العنف. يعني العنف راه خايب، وشحال من مره دابا تلقاها مشاكل بزاف مع راجلها ولا يعني العائله ضروري ما كاين واحد ضربه بيناتهم، صداع بيناتهم، واحد تيتقلق، واحد يعني غير غطوا على راسكم. هاد الايام يعني حاولوا تبغوا بعضياتكم، حاولوا تحبوا راسكم، حاولوا تعطوا الوقت لولادكم، حاولوا يعني ديروا شي حاجه مع الدراري ولادكم.
بزاف ديال الحوايج يعني ما كاينش لاش تعصبوا ما كاينش لاش ما تهضروش مع بعضياتكم. شحال واحد وقيله كيتناقش كتلقى واحد شاد الركنه في السداري ولا اخر شاد في الركنه الثانيه وما تدويش وخاصمين وما يعني وما داوينش مع بعضياتهم. ما كاين لاش هادشي كامل والله يهدي ما خلق. العنف ما كاين لاش راه ما كيبانش انا عندي ها نتوما ما كاينش لاش العنف. والعواشر هادي المسامحه وشي سامح لشي و اللي عنده شي حاجه وبغى يعاون بيها راه ربي ما غاديش ينساكم يعني واخا غير شي حاجه قليله ربي ما ينساكمش. يلا تغرطوا.